11 21 دقيقة، مرحبا بكم من جديد في موج تصبيح. باش نحكي شوية على اللي صار مؤخرا، عليه جدل كبير لهنا في ولاية نابل، وشفنا حتى صارت وقفات احتجاجية بخصوص الموضوع هذايا، وحتى لليوم زاد كيف كيف في حي سيدي عمر صارت وقفة احتجاجية، وعباد حبت تفهم وحبت شكون من المسؤولين يوضح لها بخصوص التعويضات اللي تم تقديمها للمتضررين في الفيضانات من ولاية نابل. شفنا احنا وقتها في بعد الاجتماع الوزاري اللي صار في مقر ولاية نابل، خرج لنا وقتها وزير البيئة وقال انه التعويضات باش يكون المبلغ في حدود 1500 دينار، مليون و500 بالنسبة للمتضررين، معناها اللي ضروا تجهيزاتهم المنزلية، والمبلغ هذاك باش يكون مبلغ ربما اكثر منه بخصوص اللي ضرت منازلهم، وهذا غير العباد اللي ضرت المحلات نتاعهم وموارد رزقهم. ولكن العباد تفاجأت مؤخرا انه التعويضات كانت في حدود 700 دينار فقط للناس اللي التجهيزات المنزليه نتاعها ضرت من الفيضانات هذه، خليهم يستفسروا حتى انهم يوجهوا تهم للمسؤولين هنا في ولايه نابل انه صار ربما فساد والا تسرقت فلوس هذه ولا شنو اللي صار. احنا باش نستوضحوا اكثر في الموضوع هذا ونفهموا شنو اللي صار بالضبط وعلاش المبلغ هذا نزل من مليون و500 حتى 700 دينار. معانا حاضر مراسلنا فوزي بن ابراهيم الموجود في مقر ولايه نابل، وحاضر معاه كيف كيف المعتمد الاول للولايه سي عبد الرؤوف الكلابي باش يوضح لنا اكثر. صباح النور سي فوزي، قبل كل شيء مرحبا بك. صباح النور، صباح النور فتحية، صباح النور مستمعي راديو ماد. فعلا احنا متواجدين في مكتب السيد المعتمد الاول السيد رؤوف الكلابي البرة، فما بعض المواطنين اللي يحتجوا على كما قلت انت فتحية، يقول لك الفلوس 700,000 ونحبوا نعرفوا شنو معناه الباقي، شما وش ما فماش. اتصلنا بالسيد رؤوف الكلابي اللي باش يعطينا توضيح اكثر على اللي صاير تويكا بالضبط. الناس تقول فما، ناس تقول ما فماش، هو باش يعطينا الصيح شما وش ما فماش. سي رؤوف صباح النور. اهلا وسهلا، مرحبا بك فخيم. راديو ميد، راديو ميد سامح. مرحبا بيه سي عبد الرؤوف. خلينا نستوضح الساعة قبل كل شيء، المواطنين يسألوا علاش من الأول تم الإعلان أنه التعويضات باش تكون في حدود معناها مليون وخمسمية، واليوم العباد اللي وصلهم التعويض مشاو يشوفوا يلقاو فقط 700 دينار. على حد علمي التعويضات كانت محددة ب 1500 دينار بالنسبة لتحسين السكن، وهذا ما تم. بالنسبة لجبر التجهيزات المنزلية ما كان ما تحددش من الأول. لا تحدد، لا حتى تيليتو ما تعملش. سي عبد الرؤوف، سي عبد الرؤوف، أنت ديجا كنت وقتها حاضر معي وحكيت ودخلت في موج تصبيح وحكينا وعطينا الأرقام هذية، وزاد التصريح نتاع كسوة السيدة الوالية كسوة زاد وزير البيئة اللي قالوا إنه التجهيزات المنزلية المضرة مليون و500، ولكن العباد اللي تضروا في ديارهم باش يكون يا إما مليون و500 وإلا أكثر حسب معناها المعاينة. هذا الكلام اللي تقال معناها مسجل وموجود. ما نستحضرش، أما المؤكد أني نقصد في التجهيزات في تحسين السكن 1500 دينار، خاطر فما صندوق تحسين السكن تابع وزارة التجهيز، هذيك هو ديما القسط الأول يبدا 1500 دينار، واللي يصلح واللي انطلق في الإصلاح تجيه لجنة معينة ممكن يضيفوا له 1500 دينار، واللي ما صلحش عليه بإرجاع المبلغ للدولة لصندوق السكن. بالنسبة للتجهيزات المنزلية العدد وقتها تم تضبط، حتى فما الفيضانات صارت 11 معتمدية مربوطة بالإمكانيات الدولة، مربوطة بالتليتون، الناس شنو تبرع للتليتون، والعدد منها الكبر بعد ذلك، فما أكثر من 3000 عائلة تقريبا ضرت التجهيزات المنزلية. المبلغ اللي خصصته الدولة مع مبلغ اللي تلمد في التليتون تقسم، احنا الاخر نهار ما نعرفوش تقريبا القيمه قداش، ناس تقول 500، ناس تقول 700، ناس انا ما نعرفوش بالضبط قداش. هذا كلها المبلغ عند الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي على المستوى المركزي في العاصمه، هو على قسم المبلغ اللي عنده على 3000 وايش واكثر من 3000 منتفع. اي معناها المشكله مش في انه اي المشكله مش في انه المبلغ مش من اللي قلته عليه من الاول، معناها المليون و500 تبدل، المشكله انه الفلوس معناها اللي رصدتهم الحكومه واللي تتم جمعهم من التبرعات ما همش كافيين باش يغطيوا التعويضات الكل، هذاك علاش نزل المبلغ من مليون و500 ل 700. اي وقتها سامحني، وقتها الناس كل ما تعرفش قيمه
عدد العائلات اللي تضرت وعدد المشاكل اللي ضرت التجهيزات المنزلية. احنا لقينا مثلا قرية كما قرية باطر في بني خالد، كل قرية كل معناها صارت فيها فيضانات وتأثرت منازلها على المستوى تحسين السكن، فما منازل حتى يلزمها مدعي للسقوط يلزمها تتعوض، وإضافة إلى التجهيزات المنزلية. هي الحقيقة سيد رئيس الحكومة منذ المجلس الوزاري أذن بالمساعدة هذه اللي ما نعرفوش وقت قيمتها بصيغة باهية برشا، خاطر قبل كانت تعويض الحاجة يقع في قالب أغطية وحشية ومواد غذائية، قلنا الظاهرة هذه نتجاوزوها، صارت الأيامات الأولى عن طريق التضامن الاجتماعي باش الناس اللي ما عندهاش علاش تركض باش تغطى، أما قلنا خلي المواطن اللي يفقد البنك نتاعه الطاولة نتاعه الفرش نتاعه دونك يعوضوا حسب ما فقدوا. أنا هذاك علاش مشيت في قالب منحة مالية بقيمتها 700 دينار. أنا أحب نوضح المواطنين كانوا بعض وحدة مجموعة الحقيقة، أنه بالنسبة لتحت السكن فما ناس يقولك ما جتناش اللجنة، فما ناس يقولك ما زرتناش، فما ناس يقولك أنا اتضرر مسكني وما خديتش 1500 دينار. إحنا لجنة محايدة من وزارة التجهيز، هي اللي جات 22 لجنة في 11 معتمدية بمعادل زوز في كل معتمدية، زاروا المساكن هذه هم قيموا بعثونا تقرير هذا يسحق تحسين سكن وهذا ما يسحقش، يعني داروا ضرت أو ما ضرت. لكن الدولة عندها برامج أخرى راهي موازية بالنسبة لتحسين السكن، المجلس الجهوي كل سنة عنده برنامج لتحسين السكن بالنسبة للناس هذو مقولين، وحتى ممكن تكون بعض المنازل تخلفت. ما هو برنامج تحسين السكن سي عبد الرؤوف، برنامج تحسين السكن اللي تبع الحكومة يشمل العائلات سي عبد الرؤوف، سي عبد الرؤوف برنامج الحكومة تحسين السكن يشمل العائلات المعوزة هذية اللي معناها اللي كان سابق للفيضانات، لكن بعد ثم عائلات زادة متوسطة الدخل يقول عنده قار ولكن داره زادة ضرت. حتى محدود الدخل، حتى محدود الدخل البرنامج بتاع تحسين السكن يشمل حتى محدودي الدخل، الناس الأرملة اللي عندها صغار ولا العائلة ما نجمش تصلح منزلها مشقق ولا يلزموا تحسين السكن، ثم برنامج عادي من الدولة في 24 ولاية من الجمهورية ينجموا الناس يتخلفوا. احنا اذن المكتب على علاقه مع المواطن باش يسجلهم الناس هذوما، تزورهم اللجنه اذا كان بالحق تخلفوا ندخلهم في برنامج 2019 انا وصلنا له في تحسين السكن بنفس القيمه هذيك، هي معروفه 1500 دينار قسط الاول تاع تحسين السكن. ممكن ما ننكروش، ممكن فما عائلات نهارتها مش متواجدين منازلهم ولا معنا خرجوا يقريوا في صغارهم ولا مش موجودين، هذوما دقوا على الدار ما تحلتش الدار دونك ما نجموش يعينوها، هذوما باش ترجع لهم لجنه اخرى والا لازمهم يقدموا هما اوراقهم. سي عبد الرؤوف هذوما لجنة اخرى باش تخرج لهم ولا هما لازمهم يجيبوا الاوراق نتاعهم ويثبتوا الضرر؟ لا هما يقولوا احنا اللجنة تخلفت تمشي لهم لجنة بينصير من التجهيز لجنة اخرى الاضرار اذا كان فما يدخلوا في 19 فما برنامج تاع تحسين سكن. به والمليون و500 قاره ما يمشيش من بعد زيد المبلغ يطيح مره اخرى معناها نشوفوا كيما اللي صار في التجهيزات بالنسبه لتحسين سكن بالطبيعه بالنسبه لتحسين سكن هذا كان مبلغ هاي. اما زاد المواطنين فما مواطنين راهي ما صلحتش ديارها بال 1500 دينار راهي الدوله تسترجعهم بعد، خاطر فما لجنه باش تعاين انت خليتهم تحسين سكن هي تجي تعاينك وين شو صلحت في الدار، فما لجنه من التجهيز تجي تعاين معناها حتى الفلوس تعطيهم من بعد تتبعهم شنو يعملوا بهم معناها باش تشوفوا هذوك مخصصين باش يصلح داره مشقه ولا يلزمها معناها كارلاج ولا معناها حاجه تكسرت في الدار. بالطبيعه فما شفافيه في المعاملات هذه. معناها اللي ما يصلحش داره من بعد لازم يرجع الفلوس بيك يقول لك على المدى البعيد انا توا بالطبيعه بالنسبه للتجهيزات حاجه اخرى هذيك احنا قلنا لهم فما تجهيزات دونك سي عبد الرؤوف تجهيزات شكون 700 اي السيد الوالي جلست معاهم امس ومع مجموعه منهم وفما فما دعم الحقيقه عن طريق الهلال الاحمر التونسي على المستوى المركزي بدينا في الاجراءات في توجيهه في اي ناحيه فما موارد رزق الناس اللي عندها نصبه نتاع ملابس مستعمله تبيع فيها ولا ما عندهمش شكل بالباتيندات معناها مش وضعيتهم الجبائيه تقريبا المهن الصغير راح يرف ولا عنده واحد يبيع في معناها اثاث صغير ولا في الصناعه التقليديه وفقد ذلك مورد رزقه. فما برنامج باش نعاونوا بعض العائلات عن طريق الهلال الاحمر التونسي وبدينا في تسجيل القائمات هذيا ووفق شفافيه فما لجنه الناس اللي بالحق تضرر وكان عندها مورد رزق مش معناها تو باش عن مورد رزق ضرر من الفيضانات فما امكانيه مساعدتها عن طريق برنامج الهلال الاحمر.
به يعني الاحمر عنده دعم من منظمه دوليه معناها اللي فهمناه تقريبا. خلينا نعملوا تلخيص انه التجهيزات المنزليه انا نلوم عليكم شويه انه ما كانش من التصريح واضح معناها، وقلتوا على الاقل انه التعويضات نتاع التجهيزات تكون حسب المعاينه اغاثه تجهيزات. دونك التعويضات نتاع التجهيزات المنزليه باش تكون في حدود 700 دينار، وبالنسبه للمنزل باش يكون 1,500,000. ينجم يكون اكثر اذا كان الضرر كبير. مش باش يكون، سامحني، التجهيزات تمت بالنسبه 700 دينار تمت. اي 700 دينار هذاك التجهيزات. اي المندات نتاعها فما البعض يمكن غالطينوا في رقم تختلف ينجموا يصلحوهم هذوما. التجهيزات في التحسين سكن تمت، وقع توزيع المبلغ هذا على العائلات اللي حددتها وزارة التجهيز، لجنة وزارة التجهيز. بالنسبة للمنازل هما اللي كان فما بعض عائلات تخلفوا ممكن يدخلوا في برنامج 2019 في تحسين سكن. بالنسبة دونك ثم تاريخ معين لتقديم الملفات هذايا هذوما معناها؟ لا لا، يقدموا عن طريق مفتوحة اللجان المحلية في المعتمدية، يقدموا يقول أنا اللجنة تخلفت لي وفما معاينة تقع لهم وفما برنامج ميزانية تتحل. احنا تو في مناقشة الميزانية في برنامج 2019، ممكن الناس هذوما ندرجوهم في برنامج العادي لإصلاح المساكن. واضح به، واضح. شكرا لك سي عبد الرؤوف الكلابي المعتمد الأول لولاية نابل على التوضيحات وعلى المداخلة معنا. دونك موزيكا توت سويت ونرجعوا بعد شوية، ما تلوش.